انشقت الأرض وابتلعتها أمام أعين الناس جميعاً بينما كانت تسير مع خطيبها. حدث ذلك في شارع النبي دانيال الشهير بالإسكندرية، الذي قيل عنه الكثير من الأساطير الغريبة، منها أن كنوز الإسكندر الأكبر مدفونة فيه. فما حكاية هذا الشارع وما قصة العروس التي ابتلعها ولم تظهر بعد ذلك أبداً؟ كانت تسير برفقة خطيبها في وسط الشارع، وفجأة انشق إلى نصفين اثنين، وابتلع الفتاة شديدة الجمال وترك خطيبها، وما هي إلا لحظات حتى عاد الشارع مرة أخرى إلى حالته القديمة، ولم يتمكن أحد من العثور على الفتاة مرة أخرى. هل يعقل ذلك؟ نعم، هذا ما حدث. تلك هي الحكاية التي يراها البعض مجرد شائعة منحها أهالي الإسكندرية مصداقية الأمر الواقع، لتتحول إلى أشهر ما يروى عن شارع النبي دانيال، وهو واحد من أطول شوارع المدينة اليونانية الطراز. يشق شارع النبي دانيال وسط الإسكندرية من ميدان محطة مصر إلى محطة الرمل، ويعود تاريخه كما يقول علماء الآثار إلى عهد الإسكندر الأكبر، حين عهد إلى مهندسه اليوناني دينيوقراطس بتخطيط هذه المدينة، حيث وضع لها تخطيطاً أشبه بقطعة الشطرنج، وهو عبارة عن شارعين رئيسين متقاطعين بزاوية قائمة تحيط بهما شوارع أخرى فرعية تتوازى مع كل من الشارعين. وكان شارع النبي دانيال يحده من الشمال بوابة القمر ومن الجنوب بوابة الشمس. في عام 1958 حاول الجاسون اليوناني ستيلو الذي كان يعيش بالإسكندرية أن يقوم بالحفر في منطقة محطة الرمل للبحث عن قبر الإسكندر، حيث أدى وجود العديد من الآثار الرومانية تحت المسجد الموجود بالشارع إلى الاعتقاد بأن مقبرة الإسكندر موجودة أسفله. ودعم هذه الفكرة وجود الجبانة الملكية في تقاطع شارع النبي دانيال مع شارع فؤاد، إلا أنه بعد البحث والتنقيب لم يكتشف أي شيء يخص الإسكندر، ولكن تم اكتشاف أنفاق كبيرة من العصر الروماني كانت متصلة ببعضها وكانت مصممة لهروب الملك عند قيام الثورات التي كان يشعلها أهالي الإسكندرية القديمة، بحيث يهرب إلى خارج البلاد وكان منها ما يؤدي إلى البحر المتوسط مباشرة. وما زال الاعتقاد السائد بأن المقبرة موجودة في شارع النبي دانيال، وكان هذا الاعتقاد معتمداً على خارطة رومانية قديمة تقول إن قبر الإسكندر أسفل مسجد النبي دانيال. ووصف المؤرخ الإسلامي المقريزي هذه الأنفاق بأنها من الاتساع والارتفاع أن يسير فيها الفارس ممتطياً جواده رافعاً سيفه وهو ما يقدر بثلاثة أمتار. وبالعودة إلى العروس المختفية، قال أحد الشهود الذي كان موجوداً وقت اختفاء الفتاة في هذا الشارع، قال: عايشت قصة اختفاء العروس التي كانت تسير بجوار خطيبها ثم اختفت فجأة وفشلت كل محاولات البحث عنها بواسطة الضفادع البشرية، والسبب أن الشارع حدث به انهيار فسقطت الفتاة في أعماقه، وبسبب وجود أنفاق الصرف الصحي جرفها التيار إلى البحر ولم نجد لها أي أثر، لكنها كانت الحادثة الوحيدة من نوعها. أما ما عدا ذلك من حوادث هي مجرد شائعات. النبي دانيال في الإسكندرية ليس مجرد شارع تعلو فيه المباني ذات الطرز المعمارية القديمة الفخمة، فبمجرد الدخول إليه تبدأ أن تتنفس رائحة عهود الرومان والإغريق والعباسيين والفاطميين، وهو نموذج للوحدة الوطنية، حيث يحتوي على المسجد والكنيسة المرقصية وبه أيضاً أقدم معبد يهودي. هو نموذج حي للتعايش والتسامح والتفاهم. والآن أين ذهبت عروس النبي دانيال؟ هل لديك فكرة؟